السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف أجيب عن سؤال طلبه مني الكثير منكم، وهو متى نستعمل دو ومتى نستعمل دو. ففي هذه الحصة إن شاء الله سوف نجيب عن هذا السؤال. Pourquoi des fois on doit mettre de et d'autres fois on doit mettre du. يعني لماذا في بعض الأحيان لازم نستعمل de وفي أحيان أخرى لازم أو يجب أن نستعمل du. دونك هذا السؤال إن شاء الله هو اللي غنجاوبو عليه في هذه الحصة، وغنشوفو دي زيكزومبل أمثلة باش تميزو ما بين دو و du. وفي آخر الحصة كالعادة غنقومو بإنجاز إكزيرسيس أو تمرين باش تفهمو مزيان هذا الدرس. فنبداو على بركة الله. أول حاجة كيخصكم تعرفوها هي دو. C'est quoi de? Chnu hiya de? De, c'est une préposition. Préposition, yani harf jar ou adat rabt. Donc, had de, kanstamilha, bach tarbat liya ma bin les mots li indi f la phrase. Exemple, la voiture de Karim. La voiture de Karim. Fahna, qalna sayarat Karim. Farbatat liya ma bin la voiture liya sayara ou ma bin Karim. Donc, la voiture de Karim. ايضا كنستعمل دو بور لو ليو، يعني مثلا لي نون دي فيل. ف لي نون دي فيل او اسماء المدن دائما كنستعمل معاهم دو. اكزامبل il revient de Cairo. il revient de Cairo يعني جاء من القاهره. دونك كايرو هي القاهره، جاء من القاهره. دائما اسماء المدن كنستعمل معاهم دو. دو ايضا كنستعمل دو بور لا كونتيتي، يعني الكميه. مثلا بوكو دو، ان بو دو، ان فير دو. فهنا بزاف الناس تيخطئوا في بوكو دو، كيقولوا بوكو دي، فكيقول بما انه كاينه هنا بوكو فغنستعملو موراها دي، ولكن الصحيح هو بوكو دو. مثلا بوكو دو فلور، بوكو دو فلور. داكوغ. ان بو ايضا، ان بو كنستعملو معاها دو. ان فير دو، كاس مينا، ان فير دو. ايضا دو كنستعملها pour la possession. la possession هو الامتلاك. exemple le crayon de mon cousin. le crayon de mon cousin. le crayon هو قلم. le crayon de mon cousin. فهنا عندي la possession، يعني mon cousin هو اللي كيمتلك le crayon. دونك هنا استعملت دو. mon cousin هو ابن عمي او ابن خالي، دونك هو اللي كيمتلك هذا لو كرايون. فممكن نقول لو كرايون دو مون كوزان، لو كرايون دو مون امي، لو كرايون دو ما سور. فهنا الى عند لا بوسيسيون، يعني الامتلاك، دائما كنستعمل معها دو. ايضا كنستعمل دو ابري لادجيكتيف. ابري لادجيكتيف يعني بعد لادجيكتيف او بعد الصفه. اكزامبل جو سوي كونتونت دو ميز اليف. Je suis contente de mes élèves. L'adjectif qui est en fait de la phrase est contente. Fariha. Je suis contente. Ana fariha. Donc, fariha ou l'adjectif ou sifa. Donc, automatiquement, il y a deux. D'aïman, il y a l'adjectif qui est deux. Je suis contente de mes élèves. Ou bien, je suis fière de mes élèves. Fière, aïdan, sifa ou adjectif. D'accord. Maintenant, il y a un autre exemple. بالنسبة للتابوستروف إمتى كنستعملوها؟ فاش كتكون الكلمة اللي تابعة دو كتبدا بفويل. فقلنا لي فويل هما أ أو إي أو أو إيكغيك. دونك فاش كتكون الكلمة كتبدا بشي فويل من هادو كنحيدو أو وكنديرو لابوستروف. مثلا هنا عندي أن فيغ دو، يعني كأس من الماء. أن فيغ دو يعني الماء كتكتب أو أ أو، فغنحيد أو وغندير لابوستروف، غتولي عندي أن فيغ دو. داكوغ. فنتمنى يكون واضح لكم. دابا غنمرو نتعرفو على دو. دو سي لا كونتراكسيون دو دو شوز. سي لا كونتراكسيون دو دو شوز. لا بريبوزيسيون دو اي لارتيكل لو. لو اللي هو ارتيكل ديفيني ماسكولان سانغوليي. ارتيكل ديفيني يعني ماسكولان اللي هو مذكر، سانغوليي مفرد. فلي زارتيكل ديجا تعرفنا عليهم، غنخلي لكم الدرس في صندوق الوصف. فهنا قلنا دو سي لا كونتراكسيون دو دو شوز، بحال قلنا الادغام نتاع جوج الاشياء، ضغمنا واحد في واحد. لا بريبوزيسيون دو ضغمناها مع لارتيكل لو. فهاد دو هي اداه مدغمه. قلنا مدغمه لانها في الاصل كانت دو لو، ولكن في اللغه الفرنسيه دو لو نيكزيست با، لا توجد دو لو.
يعني جامي عمركم ما تكتبوا دو لو او تنطقوا دو لو او تكتبوها في شي حاجه. فلا يوجد شيء في اللغه الفرنسيه اسمه دو لو، فلا نكتب دو لو ولكن نكتب دو. دو alors du هي لا كونتراكسيون نتاع لا بريبوزيسيون دو او لارتيكل لو. دونك دو بلس لو كيعطينا دو، ماشي دو لو كيعطينا دو. دونك غنشوفو دي زيكزامبل وغتفهمو مزيان. Exemple, je bois du café. فكنقولوا je bois du café. فبزاف ديال الناس كيطرحوا عليا هاد لا كيسيون، علاش كنقولوا je bois du café وما كنقولوش je bois de café؟ لانه café est un nom masculin، يعني اسم مذكر. فاش كيكون عندي اسم مذكر مفرد كيكون قبل منه لارتيكل le، يعني je bois de le café parce que le café قلنا est un nom masculin singulier، donc غيكون قبل منه le. ولكن حنا قلنا في اللغه الفرنسيه نيكزيست با دو لو، ما كايناش دو لو، ما عمرنا ما كنقولوا دو لو ابدا. شنو كنقولوا؟ هاد دو لو كنعوضوها بدو، كنقولوا je bois du café je bois du thé. alors فيما كان عندي شي اسم هنايا masculin singulier يعني اسم مفرد مذكر كنستعمل معاه دو. داكوغ، كنحيد لو وكنستعمل دو. فعوض ما نكتب دو لو كنكتب دو، هذا هو الصحيح. فدو لو نيكزيست با اون فرونسي، يعني ما كايناش في الفرنسيه شي تيرم سميتو دو لو، ما كاينش، كاين دو. داكوغ، فدابا الى عندي شي نو ماسكولان سينغولي يعني اسم مفرد مذكر كنستعمل معاه لو، لارتيكل لو. داكوغ، يعني دو لو، ولكن حنا قلنا في الفرنسيه ما كنستعملوش دو لو، كنستعملو دو. دو الى عندي دو وتابعها نو ماسكولان سينغولير كنستعملو دو. الى عندي شي اسم اللي هو فيمينان سينغولير يعني مؤنث مفرد، مؤنث مفرد ما كنستعملوش دو ولكن كنستعملو دو لا، كنخليو دو لا. وبالنسبه لدو الى عندي مع شي اسم اللي هو جمع او بلوريال فكنستعمل دي. دي ففي هذه الحصه اللي خصكم تركزوا عليه هو دو، وفي حصص ان شاء الله مقبله غنتعرفوا على دو لا وغنتعرفوا على دي. فهذه الحصه غنشوفوا دو اي دو. فدابا نمروا نشوفوا دي زيكزامبل او امثله. ليكزامبل الاول اللي عندي لو فيلو دو غارسون. لو فيلو دو غارسون، علاش هنا استعملنا دو؟ باسكو عندي لو غارسون، ف غارسون ايت ان نوم ماسكولين سينغولير. D'accord. Donc, هنا normalement غتكون le vélo de le garçon. ولكن حنا قلنا ان de le ما كايناش في اللغه الفرنسيه وكنعوضوها ب du. Donc le vélo du garçon. L'exemple الثاني je veux louer la voiture de mon voisin. Je veux louer la voiture de mon voisin. فهنا استعملت de لانه عندي la possession او الامتلاك la voiture de mon voisin. دونك هنا عندي الامتلاك، يعني السياره شكون تيمتلكها؟ تيمتلكها جاري او مون فوازان. دونك جو فو لوي لا فواتور دو مون فوازان، عندي لا بوسيسيون كنستعمل معاها دو. ليكزامبل التالت نو فينون دو رابا. نو فينون دو رابا، فهنا استعملت دو. لماذا؟ لانه عندي رابا وغابا نون دو فيل، فقلنا الى عندي لي نون دي فيل كنستعمل معاهم دو. دونك غابا او الرباط اسم مدينه، وقلنا اسماء المدن دائما كنستعمل معاهم دو. ليكزامبل الاخير سو سون لي فروي دو جاردان دو كريم. سو سون لي فروي دو جاردان دو كريم، علاش هنا استعملنا دو؟ استعملنا دو لانه عندي لو جاردان، لانه جاردان ايت ان نو ماسكولان سينغولير، يعني جاردان اسم مفرد مذكر. Donc normalement كيخصني نستعمل لو جاردان، يعني سو سون لي فروي دو لو جاردان، ولكن حنا قلنا دو لو ما كنستعملوهاش. دونك غنستعمل دو. سو سون لي فروي دو جاردان دو كريم. فهنا علاش استعملنا دو؟ اولا لانه عندي كريم، وكريم قلنا ايت ان نوم بروبر، فكريم ايت ان نوم بروبر، دونك غنستعملو اوتوماتيكمون غنستعملو معاه دو. وايضا لانه هنا دو ربطت ليا ما بين جاردان وما بين كريم، دونك هنا دو اداه ربط اللي ربطت ليا جاردان بكريم. داكوغ، فنتمنى يكون واضح لكم.
فكيف قلنا الى عندنا اون فراز وفيها شي نون او شي اسم ماسكولين سانغولي او مفرد مذكر دائما كنستعملو قبل منه دو حين دو هي لا كونتراكسيون تاع دو لو داكور ما كنستعملوش دو لو ولكن كنستعملو دو ايضا قلنا دو كنستعملوها بالنسبه الى عندي لا بوسيسيون او بيان لي نون بروبر او بيان الكونتيتي او بيان يعني ابري ادجكتيف دائما كنستعملو دو او دو كيف قلت سابقا دائما كنستعملوها مع لي نون ماسكولان سانغولي كنستعملو معاهم دو فنتمنى يكون واضح لكم فدابا نقومو بانجاز اكزرسيس او تمرين باش تفهمو مزيان الاستعمالات نتاع دو اي دو فاول حاجه نقرا لكم لي فراز اي ابري وقفوا لا فيديو وقوموا بانجاز التمرين ورجعوا معنا باش نصححوه جي ان امبلوا دو او بيان دو طون تري شارجي Le bureau de ou bien du Samy est bien organisé. Tu veux de ou bien du gâteau? J'ai beaucoup de ou bien du fleurs dans mon jardin. J'ai coupé de ou du bois pour le feu. Falmat lob minkom daba wa toqfou la vidéo qom b'injaz l'exercice w rjou ma3na bach nsahhou. Fa daba gnsahhou l'exercice. J'ai un emploi temps très chargé. فهنا قبل ما نستعمل لا دو ولا دو غنشوف هاد لو مو هاد لو مو كيفاش داير. الوغ هنا عندي temps. Temps est un nom masculin singulier. وقلنا في ما كانش nom masculin singulier كنستعملو قبل منه دو. لانه نورمالمون لانه في الاصل كان عندي دو لو temps ولكن حنا قلنا دو لو ما كنستعملوش في الفرنسيه كنستعملو دو. J'ai un emploi du temps très chargé. Un emploi du temps. Le bureau Sami. فهنا غنشوفو Sami. فهنا Sami est un nom propre. يعني اسم نتاع شخص. Nom propre. قلنا دائما قبل من les noms propres كنستعملو de. Le bureau de Sami est bien organisé. يعني مكتب Sami مرتب جيدا. أو منظم جيدا. Tu veux gâteau. فهنا قبل ما نستعمل لا دو لا دو غنشوفو لو نون لي هو غاتو فعندي غاتو ايت ان نون ماسكولان سانغولير ايت ان نون ماسكولان سانغولير وقلنا دائما قبل من لي نون ماسكولان سانغولير كنستعملو دو علاش استعملنا دو لانه في الاصل عندي لو غاتو لو غاتو فما يمكنش نستعمل tu veux de le gâteau مي غنستعمل tu veux du gâteau du نتمنى يكون واضح لكم j'ai beaucoup Fleurs dans mon jardin. Fleurs dans mon jardin. فهنا قلنا دائما الى عندي لا كونتيتي كتكون معها دو. Beaucoup de. Donc الى عندي beaucoup bien un peu bien كنستعملو معها دو. فقلنا لا كونتيتي دائما كنستعملو معها البريبوزيسيون دو. Beaucoup de fleurs dans mon jardin. يعني عندي الكثير من الورود في حديقتي. J'ai coupé bois Pour le feu. فهنا غنشوفو bois. Bois يعني اللي هو un nom masculin singulier. نقولو le bois. لأنه bois est un nom masculin singulier. D'accord? Donc هنا غنقول j'ai coupé du bois pour le feu. Du bois. Parce que في الأصل كانت j'ai coupé de le bois. Alors مايمكنش نستعملو de le bois. Parce que قلنا في الفرنسية مكايناش de le نهائيا. فكنستعمل du. J'ai coupé du bois pour le feu. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبه للدرس نتاع اليوم فدابا غتكونوا جاوبتوا على لا كيسيون متى نستعملوا دو ومتى نستعملوا دو فقلنا دو كنستعملوها الا بغيت نربط ما بين جوج كلمات في جمله وايضا كنستعملها بالنسبه لا كونتيتي يعني الا عندي الكميه بوكو دو ان بو دو بعد لادجيكتيف كنستعمل دو ايضا كنستعملها مع لي نون بروبر وبالنسبه لدو تو سامبلومون فاش تيكون عندي ان نو ماسكولان سانغولير فكنستعمل معاه دو لانه في الاصل كان دو لو ولكن حنا في الفرنسيه ما كنستعملوش دو لو كنستعملو دو نتمنى يكون واضح لكم وبالنسبه اللي ما فهمش الدرس فيعاود لا فيديو باش يفهم مزيان واللي عنده اي تساؤل خليه ليا في لي كومونتير غادي نجاوبو ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ويكون كل شيء واضح لكم الى بان لكم هذا الدرس مهم واستفدتوا منه فما تنساوش تبارطاجيوه او تشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده وخليوا لي لايك باش تشجعوني ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله